والله يا مرة تعرفت على كل جيراننا كل جوارينا اللي بالبناء إلا جار الله هذا اللي هون جنبنا، ما أدري تعرف عليه، ما عم بشوفه كل مرة عنده مشغول يا رجل، بكون عنده أشغال، بكون مشغول الزلمة. إيه ما بعرف إنه يعني صار أكثر مرة عم روح عليه ما عم لاقيه. إيه عادي، شو وقفت على هالجار؟ ما أنت بتعرف كل الجيران يا رجل، وقفت عليه يعني لازم هو تتعرف عليه. هلا مزبوط إنه بعرف الكل، بس إنه رسولنا وصلنا بسابع جار، فأنا قلت إنه أتعرف على كل جوارينا عشان أقل شيء يكون في بيناتنا خلطة، يعني تعرفين إحنا جداد هون بهالبناية، يعني لازم يكون في خلطة بيننا وبين جيران، يعني أحسن هيك. معك حق يا رجل. رح أستنى للمسويات أو يا سيدي بعد ساعة رح أروح عليه. جيبي لي كسمة، جيبي لي كسمة. بلكي إن شاء الله أشوفه. يا الله بسم الله يا الله يا ان شاء الله تكون هون. انا جاري الحمد لله. السلام عليكم اخي. عليك سعيد. كيفك جاري؟ عليك سعيد تفضل. الله يزيد فضلك. يبدو ان جيت بوقت غير مناسب. طب خلص ان شاء الله رح اجيب غير وقت يكون وقت مناسب. سهلا. الله يعافينا يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. رجعنا بوقت ثاني. السلام عليكم. هلا والله. يبدو كمان نجد بوقت غير مناسب. جاري فيك تعطيني بس موعد انه اقدر اجي لعندك فيه ازورك زياره تزورني نضرب يعني نتعرف ببعض نشرب شاي قهوه مع بعض يعني جيران. يا جاري يا شيخ يا حبيبي انت طريقك مو من طريقي، هي اول شغله. انا زلمه صاحب كيف، انت زلمه تصلي بتعبد ربك، انا زلمه بحب اسكار بحب اعربد بحب اسهر للصبح، انت بطريقك مو طريق يا شيخ، فهمت علي كيف؟ فلهيك يا جاري يا شيخي لا انت بتنبسط معي ولا انا بنبسط معك، فهمت علي كيف؟ فلهيك كل واحد يروح لطريق ويروح لحال سبيله، يعني هي من الاخر من شرمح يعني انا فهمتك يا رو يا اخي ما في داعي هيك يعني انه بسرعه تستعجل وتقرر. خلص يا خيو انا يوم انت بس اعطيني موعد يوم انه اجي لعندك بحط مشروب تبعك جنبك وانا بايدي راح اجي لعندك وعبي لك الخمر، غير هيك ايش بدك؟ امرك يا زلمه يا سيدي حبيت. خلص خيي في بيناتنا موعد. ايمتى ان شاء الله؟ ايش عليك؟ والله مو مبين ان شاء الله هاليومين بعطيك الموعد ان شاء الله. طيب طيب ماشي مثل بدك. تكرم خير رجع ان شاء الله اجي لعندك ونبرك ونحكي شوي ان شاء الله. اهلا وسهلا. اذا ماشي جاري تشرف. الله يسعدك يا رب. شكرا كثير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هالجار غريب ما بعرف شي بروح لعنده سكران شي بروح لعنده تعبان. هلا صار لي فتره عم اساس اعطاني موعد عم بروح لعنده ما عم لاقي. ليك يا مرا بدي منك تروحي انت لعند مرته تدخلي لعندهم على البيت بتساليهم كيفهم شوفي لي شو وضعهم من وين هن خلينا نعرف يعني نختلط فيهم اقل شيء نعرف هن من وين شو فصلهم يعني نعرف جيراننا من وين يعني خلى شيء يعني واحد يعرف شو جاره. فهمت علي كيف؟ بدي اياك تفوتي تعرفي لي ايمت بيجي جوزه كمان يعني عشان اعرف ايمت تروحي لعنده. هلا قومي روحي لعنده وشوفي لي وضعهم كيف ومن وين هن وتعرفي لي عليهم. بدك روح هلا؟ ايه هلا يلا ماشي تمام. وردي لي خبر عم استناكي. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يهديه بس. مرحبا جارة كيفك؟ يا أهلا وسهلا. مين هون؟ ما عرفتيني أنا جارتك هون حدك. إيه أهلا جارة.
إذا ما في إزعاج يعني ممكن فوت لعندك؟ لا ما في إزعاج، قدر تفضل البيت. ماشي شكرا كل لك. يلا جيتك جيتك. شو صار؟ شو بك ناقشكي؟ شو بك يا مرا؟ عملوا معك شي جيران؟ شو فيك لك ها؟ لك احكي لي شو صاير؟ احكي لي وقف قلبي. استغفر الله العظيم. فهميني فهميني بس احكي لي. ليه عم تبكي فهميني؟ عملوا معك شي؟ لا ما عملوا معي شي. لك ليه عم تبكي طب فهميني؟ وضعهم ببكي ببكي يا رجال، وضعهم ببكي. شو؟ كيف؟ كيف يعني وضعهم ببكي؟ ما في شيء عندهم بالبيت، سجاد ما في شيء أبداً أبداً ما في شيء بالبيت. وضعهم ببكي كثير. فهميني بالتفصيل. لك شو بدي أحكي لك يا ابن عمي، شو بدي أحكي لك؟ فتت لعندهم على البيت، سجاد ما في. حاطين انجق فرشه هيك ما بعرف كيف هلا قدام ما في، لك حتى حفاضات للاولاد ما في حاطين لهم خراق والبيت كله نجاسه، لك حتى كاسه مي ما في والبيت كله معبى مشروب وخمر، عم اقول لك شيء بلو القلب شيء ببكي ببكي. لهالدرجه؟ اكثر تبع ما شفت، انا لما شفت ما صدقت انه في حدا هيك. وانا عم اقول ليش هالزلمه ما عم فوتني على بيته؟ طب ما قالت لك شو السبب؟ ما قالت لك؟ بلا قالت لي شو السبب. طب شو السبب فهميني؟ جوزها هو السبب، بيجي على البيت كل يوم سكران، بيقضيها سكر، لا بيشتغل، لا بيعمل شيء، لا فوق كل هيدا بيقضي الاولاد ضرب ضرب ضرب، بعدين بيسكر بيجوا رفقاته بيخلعوا الباب عليهم، هي واولادها بيفوتوا بيتخبوا بالاوضه وبيسكروا على عيون الباب وبيخافوا كثير. حسبي الله ونعم الوكيل. حال الزلمة بتبهدل يا مرة، لازم نلاقي لهم حل، لازم بأسرع وقت نلاقي لهم حل، لأنه المرة طلبت مني المساعدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا السلام عليكم جاري. السلام. شو اخبارك؟ الله. جاري فينا نتفضل شوي نحكي. يا جاري يا حبيبي، انا قلت لك قبل المرة لا انت طريقي لا انت بطريقي ولا انا بطريقك، فهمت علي؟ انه انت شيء، انت يا اخي طريقك لحال وانا طريقي لحال، يعني ما بنزبط مع بعض ما بنتفاهم مع بعض، فهمت علي كيف؟ يا ابن الحلال روقنا، الدنيا اخذ وعطى، خلي نبرك شوي نحكي ناخذ نعطي، يعني نفهم مع بعض، يعني جيران انا ما عم بطلب منك شيء. كل اللي طالبه منك ان ابروك معك ونتعرف مع بعض وناخذ ونعطي بس، يعني صدقني ماني اخذ منك شيء، كل دقيقه من وقتك نبرك شوي جيران، يعني ما فيها شيء. الله انت اخذ وعطاء يا ابن الحلال، خلينا نتفضل شوي ونحكي، بتحب تتفضل لعندي او تفضل لعندك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خذ طريق. بالله عليك اتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلى بما يحب من المحرم وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يرى ونظر إلى نظر الحق إليه فاستحى من ربه كيف يعصاه وهو يراه؟ كيف يعصاه؟ أنت عندك إيد، في ناس ما لها إيدين، أنت عندك رجل، في ناس ما لها رجلين، على الأقل فيك تمشي غيرك ما بيقدر يمشي. اللي عطيك يا ربنا في ناس كتير بتتمناه وبحاجته، ناس بتدفع ملايين لحتى تحصل عليه. أحمد ربك وشكره، ربنا كريم وغفور. لا تفكر انه هلا انك اذا تبت ما رح يرضى عنك ربنا، لا، ان الله غفور رحيم، صدقني رح يغفر لك، بس شرط انك تتوب توبه نصوحه وترجع لربك، لانه الله بحبنا عم يعمل كل هذا لأنه بحبنا. ربنا محرم الأشياء، اللي محرمها مو لأنه هالشي بغضبه، لا، لأنه هالشي عم بيأذيك أنت، عم تأذي نفسك وتأذي عيلتك، لو ما عم تأذي نفسك وعيلتك لما كان حرام.
الحرام هالشي لانه بيضرك، ربنا بيريد خيرك ما بيريد ضررك. كل شي بيمنعه عنك هالشي عارف انه عم يأذيك ما عم يفيدك. ما في شغلة بتفيدك ربنا بيحرم عليك، كل شي محرمه هو بيضرك ما بفيدك. بدي منك تدير بالك على اولادك وتصير زلمة بتشتغل مثلك مثل اي واحد بشر. حط عينك بعين ربك. توب لربك ورجع لله. صدقني طيب انا بعد ما هذا الشيء الكل اللي عملته صرت توب ربي، ربي ما راح يرضى علي. لا لا تقول هيك حرام، ان الله غفور رحيم، ربنا راح يتقبل توبة الكل. اهم شيء انك تتوب توبة نصيحة، صدقني راح يغفر لك ان شاء الله. يلا بإذنك. انا قايل لوين راي، لا والله ما بتمشي من هون الا رجلي على رجلك. بعد ما بركت معك وحسيت باللذة الله بدك تتركني وتمشي، والله ما بتروح من هون الا رجلي على رجلك. لك انا بدي اروح عند عيالي عند اولادي، راح على رايح بيتي يا ابن حلال. لا لا تتركني، انا بدي اروح معك. بدك تمشي من هون ويجي رفقاتي السوق واضيع انا وامشي معهم، هيك بدك؟ بدي اروح امشي معك انا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا حاسس الله راح يهديني على ايدك، خدني معك. طب اسمع هلا خلينا نروح على الجامع نصلي وندعي، وبدي منك كل يوم بتروح بتصلي صلواتك بالجامع. سؤالني بوحدك ان شاء الله. خلينا نروح. الله يهدي شبيه يا رب. تعال معي تعال. مين؟ انا جوزك يا مثل حلال، افتحي الباب. لا لا انت مش جوزي، جوزي ما بيعمل الباب، جوزي بيخلع الباب. انا جوزك يا بنت حلال، بنت عمي شبك، افتحي لي الباب. مستحيل مستحيل، ما بصدق ما بصدق، انت مانك جوزي. لا يا بنت حلال انا ابن عمك احمد، شبك عنا ولدين، واحد اسمه محمود والثاني اسمه صبوحة، افتحي الباب شوفيني. لا اضربك. عمي سبك العادة تضربنا بتخلع الباب بتفوت عم تضرب. لك انا الحمد لله الله هداني وخلص ما عاد في عندي هيك شغلات. يا بنت الحلال انت ام ولادي، مستحيل انا اضربك من هون وعشت. لا يا بنت الحلال انا رجالي عقل الرحمن الحمد لله والله هداني، وبشكر ربي على هاي النعمة اللي عطاني اياها. وين الولاد؟ وين والله ربي اشتقت لهم كثير، وينهم؟ خافوا انا بوفيتوا الاجوبة. يا عمري انا تعب تعي فوت الاجوبة. الحمد لله يا رب. شو ابن عمي طمني شو صار معك؟ الحمد لله يا بنت عمي، الله هداه وعدني انه رح يصلي كل فرض صلاة في الشارع، رجع احسن من قبل وصار الزلمة يعني احسن مني، اخلاقه تغير تغير طبعه تغير طريقة حكيه. الحمد لله. بتعرفي بهالحالة نحن ما ساعدنا شخص واحد، ما هدينا شخص واحد، الله هدى أسرة كاملة، ساعدنا أسرة كاملة. الحمد لله نحن أسعدنا العيلة كلها، حاولنا نأسعد واحد ما شاء الله، الله هدانا بإسعاد الأسرة كلها. بتصدقي البيت صار يبكوا كلهم عليه، ما صدقوا إنه هذا أبوهم. الحمد لله فضل الله فضلك نقدرنا نساعده، جمعناهم ببعض الحمد لله. الفعل الخير الحمد لله الله كتب لنا أجر فيه وثواب عند الله كبير. الحمد لله. خلينا نصلي.